هتوديها الاولاد دول فين؟ هوديهم عند اختي في مصر. ليه؟ علشان اهاليهم ماتوا. اهاليهم ماتوا؟ اه جيراني وحبايبي. كده هتظلميهم معاك؟ طب امال اعمل ايه؟ اوديهم فين؟ اوديهم ملجأ احسن. ملجأ؟ ايوه. الاسم ايه؟ خالد محمود عبد الله 6 سنين. غيره؟ حسين محمود عبد الله 5 سنين. غيره؟ مجدي محمود عبد الله 4 سنين. وغيره؟ سمير محمود عبد الله 3 سنين. مالهمش اي حد؟ ربنا. طب مع السلامه انت وسيبي لنا الاولاد. يلا. عشان الساعة بقت 8. يلا يلا اضرب. ايه؟ طب نطق الصحة يا وحش. لا يا زغلول استنى. تعامل. شوف 200 جنيه هم. عايزك تطلع على بورسعيد دغري دلوقتي. ايوه بيه، بس انا لسه جاي امبارح من بورسعيد يا بيه. اللي بقول عليه اتنفس حالا. ايوه بيه، بس كل الموظفين بتوع الجمارك حفظونا بيه. خلاص. الوح انا بيه، الوح انا. اسكت انت. انا لسه اكتيت ومحدش عرفني. انت تطلع على باب الشعرية. في هناك فراخ حلوة قوي قوي. وبعد باب الشعرية تطلع على السيدة. في رز. حاضر يا بيه. فاهم؟ بس والنبي الله بن صعيد والنبي. لما تكبر وتاخد الشهاده الاول. اصبر. ولا حسن. أيوة. اسمع، عايزك تكتر من بدله حماده. العيد داخل ومطلوبه مننا قوي. من عينيا يا حسب الله بيه. انا هنا عندي نظام وانضباط.
الاولاد بيناموا 8 مساء ويصحوا 7 صباحا. يلا يا دكتور. لا طبعا بيختلف مكان عن مكان، وسعادتك عارف ان انا ما احبش غير النظام. طبعا طبعا. حاضر حاضر يا فندم، مع الف سلامه سعاده الباشا. عبدو، ولدي عبدو، انت ازف؟ ايوه سعاده الباشا. انده للاستاذ فتوح عشان انا اعمل مرور مفاجئ على العنابه. حاضر يا سعاده الباشا. بالهنا والصفة. طب اسمع، جري على العنبر، واي حد يسالك كنت فين قول لهم نوبه الصرع جاتني. طيب يلا طر. ربنا يديك الصحه يا باسل. جمركك 17 جنيه. 17 جنيه يا بيه، ما معيش الا 3 جنيه، ورحمه امي ما معايا غيرهم اللي هنسافر بيهم يا بيه. ادفع 3 جنيه والباقي هيتصادر. ربنا يخليك يا بيه، معلش يا بيه، مفيش الا هم، مفيش الا 3 جنيه اللي هيسافر بيهم يا بيه. ربنا يخليك يا بيه، ما معيش الا هم بس. ايوه متبوزين، في حاجة؟ أنا عايز أدفع الجمرك بتاعي، ممكن أدفع جمرك الأخ؟ طب اتفضلي سيادتك. هو جمركه كام؟ 17 جنيه. طب ممكن ادفع له الجمرك بتاعه؟ اتفضلي. ربنا يخليك يا استاهل، ربنا يخليك ويطرح البركه فيك وينصرك على مين يعاديك يا رب. اسمك ايه؟ حسن بيه. حسن ايه؟ سعود. حسن ابو السعود؟ ايوه بيه. طيب اتفضلي ادفع في الخزنه. طب متشكر. اتفضلي. ازيك يا سهاله؟ ايه عايز ايه تاني؟ انت مش خرجت خلاص؟ مسافر. هتسافر ماشي؟ هاخد اي عربيه. ما خلاص الحمد لله خرجت للجنه. طب تعالى لف واركب معايا. ربنا يخليك يا سهاله. حسب الله بيه مدير الملجا بيبعتنا بعثات خارجيه وداخليه. يعني ايه؟ اللي بيروح السوق واللي بيروح البيت. انتوا مين؟ احنا ولاد عبد الله. مش فاهمه.
يعني احنا الاربعه اخوات والثانويه العامه وغاوين مزيكا وسيكا بيكا بيتسفيكا التسفيكا. هاي ده انتوا هايلين، اول مره بابا يعمل حاجه صح. انا لازم اعرفكم باخويا هادي، اصله كان بيلعب مزيكا زمان. مش ممكن كل ده بيحصل في الملجا ومحدش حاسس بيكم. صباح الخير. صباح النور يا استاذ احمد. حضرتك قريت اللي مكتوب النهارده؟ ايوه. استاذ احمد لازم تشوف لي المهزله دي وتتاكد من اللي مكتوب فيها ده. انا تحت امر سيادتك يا فندم. اتفضل اقعد يا استاذ احمد. طبعا حضرتك عارف انا اخترتك ليه بالذات. يعني استاذ احمد مش عايزه اي تهاون يحصل. انا في الحقيقه اصدرت اوامري لكل المسؤولين بمتابعه كل المؤسسات الاجتماعيه اسبوعيا، وهترك لك المؤسسه دي عشان تتحقق منها بالذات. انا تحت امر سيادتك يا فندم. ويا ريت يا استاذ احمد الموضوع ده يبدا من بكره. بكره؟ ايوه. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اتفضلي. الموضوع بتاع الملجا عمل صدى كبير جدا عند كل المسؤولين، وانا بقى قررت اني ادخل الملجا. ما تخلي الموضوع ده لسالم. لا معلش يا فندم، انا ما كتبتش اسمي في المقال، وما تنساش حضرتك ان انا بحضر رساله ماجستير عن المؤسسات الاجتماعيه، فانا اللي هدخل الملجا. عظيم جدا. وناويه تدخليه امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. طيب تحبي ابعت معاكي محرر ومصور كويس؟ لا يا فندم مش لازم. طيب تحت امرك. متشكره قوي، عن اذن حضرتك. مع السلامه. بلاش يا ولا يا ولا كوي البطاطا يا بلاش يا ولا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مكتب الاستاذ حسب الله مدير الملجا فين؟ تبين له سبون كتير. اهلا. عندنا كل حاجه مستورده بيه. ايه مستورده دي؟ حضرتك تبقى مين وعايز ايه؟ انا احمد عامر. احمد. اهلا اهلا يا بابا. فين مكتب الاستاذ حسب الله؟ كده كده. اه من هنا. صلفت يا بيه. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا بيه؟ اكتب لي الشوكولاته يا بلاش يا ولا. احنا عندنا الاسبوع ده كام جمعيه؟ سبعة. طب دي واحده مؤيده. قول يا سيدي. السيده زينب. ايوه مصر الجديده. كويس قوي قوي. صباح الخير. عظيم. ايوه شوف بقى، عندك جمعيه الزاويه الحمراء ما عندهمش فراخ، انما السمك بتاعهم يجنن. خلي بالك حلو قوي. صباح الخير يا فندم. وخلي بالك اللحمة أهم حاجة، ركز على اللحم والعدس. ها؟ ماشي 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 العدس. فندم لو سمحت أنا كنت عايز أقول لحضرتك. طيب فضلك. أيوه العدس كل حاجة. طيب كده كويس أوي. مع السلامة. إيه يا سيدي؟ في إيه؟ أنا يا فندم أحمد عامر. بعد إذن حضرتك دقيقة واحدة. هو البلاوي اللي بتتحدث علينا دي؟ السمسمية. اسمع يا سيدي الحنشاجية. البورصعيدي غني يا حمام كمان. وضاع والفلوس فين؟ بس كده. البضاعة فين؟ بطاطا يا استاذ. تعال انت. اه بيه في حاجه لا مؤاخذه يعني. لا مؤاخذه من غير مؤاخذه. هو في ايه؟ ما تعملش كده تاني يا شاطر. انت خايف منه انت كمان؟ يا اخي ده مباحث. انا عارف المباحث يا اخي. كده تبقى الفلوس تمام. طب وده شافها منين دي كمان؟ عارف. وحرامي كمان. 20 خرطوشه مارلبور. 18 سوبر كيلو بات.
14 علبة سيجار فاخر توباكو. ايه ده يا فندم؟ ايه الحكاية؟ ايه يا فندم انت؟ تعال لي هنا. احنا كنا بنقول ايه قبل كده؟ أما حاجة غريبة أوي. تطلع مين حضرتك؟ أنا أحمد عامر الإخصائي الاجتماعي الجديد اللي جاي عند حضرتك. خبر أبيض يا أحمد دي. فرصة سعيدة جدا. أهلا وسهلا. ازاي؟ نورت الملجأ. فرصة سعيدة جدا. الله يخليك. اتفضل يا أحمد بيه. أهلا وسهلا. يا ولد يا عبده. أيوة يا باشا. شاي وقهوة وحاجة ساقعة وآيس كريم حالا. حاضر يا باشا. أهلا أهلا يا أحمد بيه. أهلا الملجأ نور. دي فرصة سعيدة جدا جدا. الله يخليك. لا مؤاخذة أنا ما خدتش بالي. أصل أنا منهمك جدا وأنت عارف أنا كل شغلي هنا على طول نشاط نشاط مستمر. أنت ما عندكش فكرة أنا بعمل إيه عشان الأولاد. كله من أجل الأولاد. أصل أنا مهتم جدا بتغذية الأولاد وصحة الأولاد ومستقبل الأولاد. أظن حضرتك لما جيت على غفلة شفتني بتكلم في التليفون عشان أكلم الجمعيات تورد البروتينات والفيتامينات والحاجات اللازمة للأولاد. أصل الأولاد مهمين جدا جدا لأن إحنا عندنا أحسن ولاد في الجمهورية. تصور سعادتك إحنا عندنا أربع أشقاء في الملجأ وكلهم في الثانوية العامة كده. صار احنا الملجأ الوحيد في الجمهورية اللي عنده أربع أشقاء. هنعمل إيه؟ جهد جهد مستمر. احنا أحسن ملجأ منتج. ما عندكش فكرة ورشة الموبيليات بتاعتنا بتعمل إيه يا فندم؟ بتعمل حاجات كتيرة جدا. أوضتهم إيه وأوض سفرة إيه وأوض نوم إيه. حاجة جميلة جدا جدا. واضح إن سعادتك أصلك ما مريتش لسه وما شفتش العنابر وما شفتش الشغل وما شفتش الحاجات دي. اهلا وسهلا. فرصه سعيده. ايه راي سيادتك نقوم نعمل جوله في الملجأ؟ الله هو التحيه. الشاي والقهوه والايس كريم والبليله. لا ما انا قاعد مع حضرتك كتير بقى بعد كده نبقى نشرب. على رايك. انا تحت امرك يا احمد. اتفضل سعادتك. اتفضل. اتفضل. لا اتفضل. اهلا وسهلا. فرصه سعيده جدا. ودي بقى ورشه النجار. احنا بقى الاولاد عندنا بيصنعوا كل قطع الاساس التكييف. إن شاء الله في قصتي الثلاثية أنا عامل حسابي إن إحنا ننتج جميع أنواع الأثاث. أشياء عظيمة أستاذ. وزي ما أنت شايف فيها شبابيك أدومتن بتطل على الجنينة عشان دايما تشوف مناظر طبيعية. إحنا كل اللي يهمنا إن إحنا نريح حضرتك. ومين قال لك إن أنا عايز أستريح يا أستاذ حسن الله؟ على أي حال أنا مش هتقيد بالمكتب. أنا مهمتي هتكون في كل مكان في الملجأ. المكتب ده يقدر يشتغل فيه أي موظف عادي. مش كده ولا إيه؟ عظيم. تعرف أنا متهيألي كده إن إحنا هنستريح مع بعض. أصلي بحب الشباب المجتهد المتحمس لعمله. والله يا أستاذ أحمد ولا ليك علي حلفان أنا شخصياً بحب النشاط وأقدس العمل. خلاص. بالشكل ده بقى اكيد هنستريح مع بعض. يرضيك تحت لا لا بين جنة ونار لا لا والحيرة مرار لا لا. ده في ملجأنا صوت جديد. ده مين ده كمان؟ ده يمكن جاي يتبرع لنا بحاجة ولا بتاع يعني. تعالوا انت. احنا بيه؟ ايوه انت. تعالوا ورايا على المكتب. تعالوا يا ولاد. صاد انتوا الأربعة اللي بتدرسوا بس في الملجأ؟ أيوة. لا 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 علمونا في المدرسة لما حد يحب يسأل سؤال يعمل إيه؟ يرفع إيده. أيوة يعني علشان كلنا ما نتكلمش في وقت واحد. صح. أنا قلت إيه؟ يعني عشان كلنا ما نتكلمش في وقت واحد. ده أنتوا صعب جدا. طيب ليه ما نتكلمش كلنا في وقت واحد؟ علشان الأستاذ يفهم السؤال؟ مش بس كده. عشان في حاجة اسمها النظام. في حاجة اسمها الأدب. وده كله نابع من حاجة اسمها السلوك الاجتماعي. وده أنا جاي علشان. وأنا هنتهزها فرصة علشان نتعرف على بعض. أنا أحمد عامر الإخصائي الاجتماعي الجديد. وأنا خالد عبد الله. وأنا حسين عبد الله. وأنا مجدي عبد الله. وأنا سمير عبد الله. واضح إن أنتم إخوات فعلا. على أي حال أنا سعيد جدا إن هيبقى لي أصدقاء في المكتب. أستاذ حسابية. أستاذ حسابية. في ايه يا ده زغلول؟ ولاد عبضيه. مالهم ولاد عبضيه؟ جم المدرسه. ودي فيها ايه دي؟ اصلهم دخلوا عند الفسخاني قصدك الاخصائي الاجتماعي. هي دي.
حلوة قوي يا ده زغلول. الله القرصان دي حلوة قوي قوي قوي. يا سلام ولا البوليفارات دي ولا المنطرم. ولا انا عايزك تفتح عينك كويس قوي قوي وتاخد بالك من كل حاجة هنا وتراقب كل واحد هنا. ان شاء الله فتوح ذات نفسه فاهم. يلا غور امشي من هنا خلينا نخلص حسابات. يلا ربنا يديك الصحة. بس خمسة قميص اثنين سويتر ثلاثة بنطلون. لو سمحت مكتب الأستاذ حسب الله فين؟ سعادة الباشا أول مكتب عيد مين؟ طب متشكرة أوي. العافية يا فندم. فيه شفت ايه اللي حصل النهارده في الملجأ؟ لا ما شفتش. اصل فتوح ما فتوح ما يعرفش حاجه. طب هو الايه اللي حصل يعني؟ اللي حصل ان في واحده صحفيه جايه من مجله روزا اليوسف عشان تدردش معاك شويه. دردش معايا انا؟ ليه؟ انت ما قريتش المكتوب عنك النهارده ولا ايه؟ وانا يكتبوا عني ليه؟ انا راجل نظيف، انا سمعتي زي الالماس زي البرلمت. مش مهم ده كله، المهم ان في شويه اولاد النهارده من الملجأ حاولوا يعتدوا على الصحفيه دي. وبعدين؟ وبعدين ربنا ستر. اللي حصل من الاولاد دول معناه ان في اهمال كبير جدا في تربيتهم هنا في الملجأ. ومين المسؤول؟ انت. هو انت فاكر ان انا مسؤول عن سلوك كل واحد هنا؟ طبعا مسؤول عن سلوك كل واحد هنا. اتفضل اقرا المكتوب عن سيادتك. والله بقيت من المشاهير حسب الله. عبدو ولا عبدو؟ ايوه يا باشا. انت قالي فتوح بسرعه. حاضر يا باشا. ايه اللي حصل الصبح ده؟ ابدا يا سعاده الباشا، دي واحده دخلت الملجأ فلقت العيال عماله تعمل زيطة عليك، ما فيهاش حاجه ابدا يعني. بس دي مش اي واحده، دي صحفيه. اصلك لو شفت اللي انكتب عني ما كنتش تقول كده. فين يا سعاده الباشا؟ اهو. ياه ده اسم شبه اسمك بالظبط يا سعاده الباشا. مش ده المهم، انا بعد ال 12 ده اهو اصبحت بشك في كل واحد. انت سعادتك بتشك في مين يا سعاده الباشا؟ في كل واحد وفي اي واحد، ان شاء الله فيك انت فتوح. ياه بقى بعد الخدمة دي كلها سعادة الباشا بتشك في دراعك اليمين؟ دي الصحافة فتوح، دول بيشيلوا وزير ويحطوا وزير،
انت تفتح دماغك بعد كده. خلي بالك كويس قوي عشان دول لو نفخوا فيا هطير، ولو طرت انا هطير انت معايا. احنا ناس غلابة ملناش ريش، جناحنا مقصوص. فتح عينك كويس، الصحفية دي لو جت تدخلها لي على طول. مالك يا صبر؟ منيرة مش عارف. مش عارف ايه يا اخويا؟ مش عارف انام ابدا، عاوز انام والزفت الربابة دي. مش كان يبقى دكتور زي زملائه عشان ينام بدري ويصحى الصبح يروح المستشفى ويسيبنا ننام احنا كمان؟ بعد الشر يا اخويا، انت عايز ابني يروح المستشفى؟ هو مش دكتور؟ مش واخد بكالوريوس الطب؟ عايز يروح فين؟ المصمت؟ صحيح، اصل مستشفياتنا فيهاش يا حبيبي مزيك. عايزاني اروح لوزير الصحة اقول له يعمل ملهى ليلي في كل مستشفى عشان حضرته يرضى يروح. وما تروحش ليه يا حسب الله؟ والنبي يروح عشان الوقت يتفك عقدته. ده انا هروح اطين عشته وعشت اللي خلفوه واكسر كل العدد والالات على دماغه ودماغ ابوه. ولا اقول لك بلاش يا منير. صباح صباح. بلاش يا صباح صباح. نعم. لا ابدا، هايل يا هاني هايل. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا استاذه؟ صباح النور. ازيك انت؟ الاستاذ حسب الله مستنى حضرتك من بدري، وبقول لسعادتك انك تتفقدي كل نشاط الملجأ وهو تحت امرك. افندم؟ تحت امرك. اتفضلي يا فندم اتفضلي. فعلا يا فندم فعلا مظبوط. ده بقى العنبر رقم 4. اتفضلي. ده في كام نازل يا استاذ فتوح؟ ده في حوالي كده يجي 48. ياه، مش كتير؟ ولا كتير ولا حاجة. أي مدرسة في كل فصل فيها لا يقل عن 60 70 تلميذ. بس ما تنساش ان كثرة العدد بيأثر على سلوك الاولاد في الملجأ. والله دي حاجة بقى بعدين نتكلم فيها يعني. اتفضلي على الورشة. بطلوا كم ولد بيشتغلوا في الورشة؟ حوالي نص الملجأ. كويس قوي. احنا عاملين لجنة ثلاثية لتصنيع جهاز العرايس. واخد بالك بتصنيع جهاز العرايس ونغطي العجز اللي موجود في البلد. ده شيء عظيم جدا. اتفضلي يا فندم اتفضلي. الحقيقه هنا في اهتمامات كتيره انا بحاول احققها. يعني مثلا الاولاد هنا بيعملوا احسن موبيليا في البلد. ايوه، لان انا بحاول اخلي الاولاد يخرجوا للمجتمع وهم مؤهلين وكل واحد عنده صنعة محترمة. ده عظيم جدا. الله يخليك. بقول ايه، في سؤال خاص كده ممكن اسأله؟ طبعا اتفضل اسأل. يا ترى الاستاذة انسة ولا متجوزة؟ انا مش فاهمة قصدك ايه. انا قصدي يعني لو كنت سيادتك آنسة مستعدين نقدم 3 أوض لوكس اللوكس، ولو كنت متجوزة مستعدين نغير عفش البيت ونقدم لك عفش مودرن على آخر طراز. دلوقتي بقى أنا فهمت. وأنا سعيد جدا إنك فهمتي. أستاذ حسب الله، أنا متشكرة قوي على شعورك الطيب ده، بس أحب أقول لك إن أنا جاية هنا علشان رسالة معينة. يعني مش عايزه جهاز عروسه ولا عايزه اغير عفش البيت. للاسف سيادتك فهمتيني غلط، وانا لا سمح الله عايز اقدم لك حاجه ببلاش ابدا. انا بس عايز اقدم حاجه بسعر مخفض. فتوح يا فتوح. خير يا سعاده الباشا؟ ما باين لهاش خير ابدا يا فتوح. ليه بس يا سعاده الباشا؟
انا حاسس كده ان في حاجه بتدبر لي من ورايا. حاجه ايه بس يا سعاده الباشا؟ كفر الله الشر لا سمح الله، احنا طول عمرنا ايدينا نظيفه. حتى بص في ايد سيادتك كده. قول يا فتوح. يا فندم. انتوا عاملين ايه اكل النهارده؟ زي كل يوم. عدس؟ لا 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 لا، اقلبوا لحم. الله، وليه التنظيف ده يا سعاده الباشا؟ عشان ما يقولوش علينا مش ملتزمين ولا منضبطين ومش مراعين صحه الاولاد في الملجا. عامل ايه؟ عال قوي. ايه هو اللي عال قوي؟ الاستاتيكا. اللي ارحم من الميكانيكا. ولا النماكيكا. ايه؟ النماكيكا. اسمها الديناميكا. نعم. الديناميكا. ايوه ايوه زي ما بتقول لحضرتك. لا لا احسن منهم حمض الكبريتيك المركز. ايوه انت يا مركز. انا بفكر اعمل فرقه تانية يا حسام. فرقه؟ تاني؟ We'll be right back.
دول اكتشفتهم فين وازاي دول؟ دول اولاد في الثانويه العامه وعايشين في الملجا. وابوك هنعمل معاه ايه؟ حضرتك اتعينت هنا في الملجا من حوالي شهر تقريبا؟ يعني حوالي كده. وكان قبل كده موجود اخصائي اجتماعي في الملجا؟ ومازال موجود اتنين وانا باشرف على اعمالهم. يعني حضرتك اتعينت من يوم انا ما كتبت المقال. ايه ده؟ وانت اللي كتبت المقال؟ ايوه انا. مش معقول. طب وكتبتيه ازاي وانت ما دخلتيش الملجا؟ انا قابلت ولد من الملجا في بورسعيد كان بيهرب ملابس كتير قوي، وحكالي عن كل حاجه بتحصل هنا في الملجا. يعني انت السبب في وجودي هنا؟ غصب عني. بالعكس، انا سعيد جدا ان انا جيت هنا، لان هنا لقيت ناس اتحرمت منهم، اخواتي. انت انسان طيب قوي يا استاذ احمد. يا ستي متشكر. يعني الاستاذ حسب الله ما يعرفش انك انت اللي كتبت المقال؟ اعتقد انه ما يعرفش، بس انا لسه هكتب مقالات كتير قوي عن الملجا، ودلوقتي بحضر رساله ماجستير عن الحياه جوه الملجا. الله، يعني ده مش مجرد موضوع صحفي، ده رساله دكتوراه تقريبا كده. انت عارف انا لما سمعت عن الحكايات اللي بتدور جوه الملجا ما صدقتش، صعقت ازاي ده كله بيحصل. معلش، اصل الاستاذ حسب الله مدير الملجا هو نفسه مشكله، فلازم يبقى في مشاكل في الملجا. حضرتك تعرف حاجه عنه؟ اي عنده اولاد؟ ولد وبنت. الولد اتخرج من كليه الطب، والبنت كانت وما زالت في معهد الفلين. كونوا فرقه موسيقيه. الفرقه دي نجحت قوي، لكن للاسف حصل لها حادثه مات فيها كل الاولاد ما عدا ابن حسب الله وبنت حسب الله. الاولاد حصل لهم عقده نفسيه فرغوها في المزيكا. هما بيحبوا المزيكا قوي، لكن ابوهم بيكره قوي المزيكا، ما قدرش يفهمهم. اب ما قدرش يفهم ازاي يربي اولاده. والمولد ده مش هيتفضي بقى. مالك يا حسب الله؟ اتعشيت يا حبيبي ولا حضر لك اتعشى؟ مش عايز اتنيل. مالك يا حسب الله؟ مالك يا حبيبي؟ مالي ده ايه؟ عايز ارتاح، عايز انام. قولي للمحروس ابنك يبطل الدوشه اللي عاملها دي. في واحد محترم يخلي بيت اهله زي السويقه بشكل ده؟ ولا الست هانم بنتك اللي ليل ونهار زي الزنبلك؟ زنبلك؟ ميرسي قوي يا بابي، يا احسن بابي في الدنيا. جيت الحق اتعس بابا في الدنيا. ليه يا بابي؟ انا كل ما بخش البيت ده بحس ان كرامتي بتتبعزق. في الملجا اشخط الشخطه الكل يخش الشقه، انما هنا في البيت انا اللي بخش الشقه. ولا ايه يا منيره؟ يا اخويا العيال بتدلع عليه. ما تقولي له يبطل الدوشه دي. طب ما تقول لي. انا لا بقول ولا بعيد، مش قايل حاجه. انا هقوم انام. بابي. نعم. ازاي ولاد عبد الله؟ زي الزفت ان شاء الله. بابي. نعم. ابقى سلم لي على ولاد عبد الله. يا بابا حسب الله. سمعت اخر نكتة يا حسن؟ لا. ولا انت ولا صبلي؟ لا ولا انا. يا ايه؟ مش عارفين ننام. مش عارفين ننام. عايز تنام؟ عايزين ننام يا حفوظ. نام ولا تموت كمان. انت هتبلعني. انت هتضربني. انا هطلبك واطلب اللي استنتجت. تعال 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 صبري. حسن تعال. وين كنتوا؟ فين انتوا الثلاثة؟ أنا كنت في المستشفى. وأنا كمان يا بيه. وأنا كنت معاهم. كنتوا بتعملوا إيه في المستشفى؟ أصل أنا كتل الحالة يا بيه.
وبعدين؟ وبعدين حاولنا نعالجه بيه وفشلنا، ما عرفناش. امال الدكتور اللي هنا فين؟ هو الاستاذ حسام الله مخليه فاضلنا طول النهار بيكلمه بمشاوير عشان يكشف على اصحابه. بقى كده. وايه اللي انت مخبيه ورا ظهرك ده؟ دي فرخه. ده فرخه؟ اه فرخه. هما في المستشفيات بيوزعوا فراخ نيه اللي من دول ولا ايه؟ روحوا على العنبر وما تخرجوش انا لما تقولي. اتفضلوا. ربنا يديك الصحه يا بيه. هما الولاد صبري وحسن وزغلول ده بيروحوا فين؟ اه ما هو مفيش غير الجمعيه وجيت حسب الله وبورسعيد. ما يمكن كانوا في السينما. سينما؟ وايه حكايه الدكتور؟ يكونش حسب الله بيسرح هو كمان زي الاولاد ولا ايه؟ عارفين نذاكر. طب يلا خد اخوك وروح الاوضه عندي ذاكر. كنت فين يا زغلول؟ امتى يا بيه؟ الصبح. كنت في الورشه. وبعد الورشه؟ ايه كنت على هنا. وانت؟ انا 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 انا, أنا كنت هنا. اقف عادل وانت بتكلمني. وانت؟ انا كنت معاهم ما بيه حتى سالهم اهم. يعني ما رحتش باسل بورسعيد؟ لا بيه ولا شفتها بيه. انتوا التلاتة كدابين ولعلمكم اي غلط هتعملوه هتتحملوا مسؤوليته. ومن هنا ورايح مفيش حد يخرج من الملجا الا باذني انا. اظن ده مفهوم. مفهوم يا استاذ. وحياه لحمه امي ما جبت السلم من العيال دول بقوا خطر عليا في الملجا وفي البيت. خلاص نشوف لهم حل يا سعاده الباشا. والبنت الصحفيه اللي معاهم كل يوم دي؟ لا دي حكايتها حكايه. شويه مع الواد خالد، شويه مع المغنواتي، شويه مع الطبال، وهلم جره. يبقى لازم تمنعوها بالقوه. البنت دي خطر عليا اكتر من اي حد. نمنعها يا سعاده الباشا. صباح الخير يا عم عبد. يا اماني حسب الله باشا امر بعدم دخولك الملجا. دخولي انا؟ ايوه. طب ليه؟ من غير ليه كده. طيب انا هعرف ازاي ادخل الملجا ده. انت ازاي تمنع واحده صحفيه من دخول الملجا؟ الصحفيه دخلت الملجا وعملت شغلها وخلاص. ايوه دي بتحضر رساله دكتوراه والمفروض ان احنا نساعدها ومن حقها علينا كمان. مش من حقها انها تقعد مع الاولاد ولا معاك انت. ده ملجا يا استاذ مش فندق. انا مش قادر افهم انت بتتصرف كده ليه. انت مستقل يا استاذ لما واحده تبقى في وسط 100 راجل؟ مستقل لما حضرتك تدخل العنبر ويبقى حواليها 50 شاب؟ انا بعمل كده عشان بحميها يا استاذ وبحميك انت كمان. انا ارفض الاسلوب اللي انت بتتعامل بيه ده. عن اذنك. كل حاجه اسلوب اسلوب. طب خلي الاسلوب ياكلكوا عيش بقى يا فتوح. فتوح. ايوه سعاده الباشا. اسمع فتوح يا فندم. الحرب بينها ابتدت. فتح دماغك كويس. انا مش عارف اعمل ايه مع اللي اسمه احمد ده. امرك يا سعاده الباشا. خد بالك كويس قوي من ولاد عبد الله. احسن دول ورا المصايب دي كلها. ولا تحمل هم يا سعاده الباشا. انا هعرف اتصرف معاهم. مش ممكن ده يحصل. مش من سلطته. ليه حضرتك هتسكت؟ لازم نسكت لغايه لما تخلصوا امتحانات. يعني احنا العقبه الوحيده اللي قدامنا. انتوا مش عقبه ولا حاجه. انتوا هنا اخواتي وكل اللي في الملجا اخواتي. لكن لازم اشوف مصلحتكم. مصلحتكم نستنى لغايه لما نخلص امتحانات. يعني مش هنشوف الانسه اماني تاني؟ هنشوف. هنشوفها بس مش دلوقتي. وليه مش دلوقتي؟ يعني بعد الامتحان. وليه بعد الامتحان؟ بس يا جماعه ان شاء الله قبل الامتحان. يلا اتفضلوا انتوا عشان تلحقوا تراجعوا دروسكم. وحضرتك مش هتتغدى معانا؟ الحقيقة ماليش نفس لكن هحصل. يلا حضرتك.
انت وهو. يلا يلا حراس حموت في التعب. فاضل 25 لفه بس. ايوه معلم. خدوا مالكم خدوا مالكم. انا بعد اللفات. الاولاد دول عندهم طابور ذنب ولا ايه؟ ذنب ايه يا استاذ؟ ده طابور رياضه. اصلي لقيتهم بقالهم مده ما بيتمرنوش. قلت بقى فرصه النهارده الجمعه ومفيش مدارس. ايوه بس دول لوحدهم بس اللي بيتمرنوا. ما هم دول اللي عليهم الدور. دور ايه؟ يا استاذ من فضلك يبقى تعالى بدري عشان ما تفوتكش حاجه وبعدين ترجع تسال. يا استاذ خصب الله انا مقيم هنا في الملجا. انا كنت في المكتب بحضر شويه اوراق. اوراق ايه دي؟ حضرتك تشوفها في المكتب عندك. يا فتوح فتوح. ايوه سعاده الباشا. تعالى هنا حاجه. ايوه سعاده الباشا. اقعد اطرح هنا بس خلي بالك فاضل سبع لفات. ايوه ها والعصا دي تنفع. حاضر يا فندم. يلا بينا يا استاذ احمد. ايه ده تقرير عن بعض الاولاد اللي موجودين هنا في الملجا. تقرير ايه ده؟ عايزك تقراه. ازاي الحاجات دي كلها تحصل وانا معرفش؟ الحقيقه معرفش ان سيادتك ما تعرفش. بقى معقول كنت اعرف واسكت؟ وفي حاجه تانيه الحقيقه دايما بشوفها. الولد اللي اسمه زغلول ده انا عايز اتاكد اذا كانت حاله الصرع اللي بتجيله دي حقيقيه ولا لا. حسن ده هاي كلاس بيشرب سجاير مستورده. اما منعم فدايما معاه فلوس كتير. صبري بقى انسان دايما ساكت وحزين. وحاجات كتير هشوفها بعد كده. على العموم انا هدرس التقارير دي كويس قوي قبل ما ابعتها الوزاره. ده يبقى شيء هايل. على الاقل الناس تعرف ان سمعتنا كويسه. لا اطمئن سمعتنا هتفضل زي البرلاند. عن اذنك اتفضل. فتوح خد يلا فتوح. في ايه؟ انت افهمني اللي هو افهم اقول لك عليه بقى. خد الفلاخ دي وديها لخيط عصبيه. ها اللي اتقذف قلقتوني. دي فيها فراخ؟ ايوه والله هجيب 10. ايوه سعاده الباشا. قدم لي تقارير سيادته. تنحرق. لا اسمع. نعم. انا هوصل لغايه الميكانيكي هظبط كهربه العربيه انا والواد عبده وهرجع على طول. بالسلامه يا سعاده الباشا. بالسلامه يا فندم. هنروح للمتاع العام الاشتراكي ان شاء الله. انا عايز اعرف ازاي ده يحصل ومين اللي امرهم بكده. فتوح الكلب هو اللي عمل كده ولازم يتربى. ده استغلال للاولاد غير منطقي وغير مسموح بيه. هدي نفسك انت وانا هتصرف معاه. العربيه عربيتك لما الاولاد ينظفوها غصب عنهم يبقى اسمه استغلال. يظهر ان فتوح حب يعمل لي مفاجاه. اصل عقبال عندك النهارده عيد ميلادي. بس هو غلطان ولازم يتعاقب. ايوه. ولو سالك عملت كده ليه؟ ايوه قول له اصل حسب الله بيه عيد ميلاده النهارده. كل سنه وانت طيب يا سعاده. وانت طيب يا ابني. ايه ده؟ ايه ده ودواته؟ خلي بالك معايا. حاضر يا سعاده الباشا. احنا دلوقتي لازم نفتح عينينا كويس قوي. قوي. وتقول له كده. قول له يعني انا حبيت اعملها له مفاجاه لما لقيت عربيته وسخه. فانا عرضت الفكره على زملائي الاستاذ منعم. الله يحفظك يا سعاده الباشا. والاستاذ زغلول والاستاذ صبري فرحبوا بالفكره واشتركوا معايا في المفاجاه. فت عينك فهمت؟ فاهم يا سعاده الباشا فاهم. مخصوم منك يومين. ليه؟ عشان فهمت. بس اسمع. نعم. انا هخصمهم منك على الورق كده انما هصرفهم لك. ما انتوا لازم تفتحوا اخر تفتيح وتصحصحوا معايا قوي قوي. صاحبنا مش هيسكت. الحرب ابتدت وهيبتدي يشتغل لنا في الازرق. فاحنا لازم نبقى جامدين قوي ونفهم قوي قوي قوي. اصله مش لوحده يا سيدي ده معاه الصحافه كمان. هو حسن ما قالكوش ولا ايه؟ فتحوا معايا اخر تفتيح. احسن تفتيح هنفتحه انا وفتوح يا سعاده البيت. واولاد عبد الله خلوا بالكم منهم قوي قوي دول اس الفساد. فتح عينك كويس مش عايزك تنام الليل. مش هنام الليل وطول الليل هقعد اعد النجوم. خد بالك يا سعاده الباشا انا هاخد بالي من كل كلمه يقولوها يا سعاده الباشا. ده ايه النصاحه اللي ما بتجيلكش الا كل يوم خميس يا فتوح؟ انا هروح المدرسة امتى؟ هتروح السنه الجايه يا حبيبتي. عايزة أشوف أبوكي وطنطا.
لما هتروحي المدرسة هتشوفي بوكي وطمطم وكل اصحابك الحلوين الشاطرين اللي زيك كده يا جينا. عارفة يا جينا؟ انا في ناس مهمين قوي نفسي اشوفهم. انا بحبه قوي. اسمه ايه؟ ما اقدرش اقولك دلوقتي على اسمه لاني لازم الاول اخلص الرسالة المهمة، بعد كده ابدأ رسالتي التانية معايا. انا قراراتي لازم تحترم، انا مدير عام المؤسسة واللي اقول عليه لازم يتنفذ. وانا نفذت القرار بتاعك، لكن بقى لكن ايه؟ انا عندي قرار اقوى، عندي جواب من وزارة الشؤون الاجتماعية اني ادخل الملجأ. عندك ايه؟ ها؟ ايه ما سمعتش؟ تحب تسمع تاني يا حسب الله بيك؟ انت عايزة مني ايه بالظبط؟ انا؟ ابدا ابدا ولا حاجة. امال مصرة انك تدخلي الملجأ وتعيشي فيه ليه؟ يتيمة حضرتك؟ هو حضرتك خايف من حاجة؟ اطلاقا، خاف من ايه؟ انا راجل نظيف وسمعتي زي الالماظ البرلاند. انا بس خايف عليك انت. خايف علي انا من ايه يا انسه؟ انت زي بنتي بالظبط، وانا اخاف عليك من الشبان اللي هنا. واديكي شفتي عملوا فيكي ايه اول مره جيتي فيها الملجا. صحيح، بس ما تخافش علي، خلاص اتعودوا علي وبقوا يعملوني زي اختهم بالظبط. دي مصممه وانا لازم اعرف ايه اللي وراها. افندم بتقول ايه يا حسب الله بيه؟ لا ابدا مفيش حاجه. انا بقول اتفضلي حضرتك، الملجا ملجئك زي بيتكم بالظبط. اتفضلي اتفضلي. شكرا شكرا. على فكره حسب الله بيه، تحب حضرتك تشوف جواب الوزيره؟ وحشتي. وانت اكتر. سمير مجدي خالد. الاستاذ اماني رجعت. ايش معقول؟ فين؟ عند الاستاذ، انت يا اخي فين؟ الاستاذ مكتب في الاحمر، عند الاستاذ احمد في يلا بينا. الحقيقه ولو اني كنت بشوفك كل يوم عندي هنا، لكن اماني النهارده بس حسيت اني قريبه مني قوي. انا حاسه ان المكان ده بقى بيتنا. تعالوا يا والله وحشتينا وحشتينا وحشتينا. اهلا. الله، امال خالد مشي ليه؟ هو انا ما وحشتوش ولا ايه يا جماعه؟ لا ابدا، اصل الحقيقه خالد ده ولد حساس جدا، يمكن ما قدرش يواجه الموقف. ما انت دلوقتي بقيتي جزء منه. فعلا يا احمد، انا بقيت جزء منه. الايام اللي فاتت عدت عليا ازاي مانيش عارفه، كنت حاسه ان في حاجه ناقصاني. وبعدين احنا هنقلبها محزنه ولا ايه؟ يا ستي دي انت رجعتي للاولاد وهم رجعوا لك اهو. الحقيقه شغلوني عليك كتير، كل يوم عايزين نشوف اماني. فين اماني؟ راحت فين اماني؟ اهي اماني جت. بعد كده لا عايز تكشير ولا زعل. يلا بقى يا حبايبي من غير ما ترد، الامتحان فاضل له الثلاث ايام. بس لازم تشدوا حيلكم، انا مش هقبل اقل من 90%. ايه رايكم بقى؟ بس ايوه بس. وهو كذلك. الاولاد هنا محتاجين رعايه كامله جدا في تربيتهم. بس انت نجحت يا احمد. الحمد لله. انا كنت خالد. تعالى خالد. تعالى يا خالد. هقول لك تعالى يا ولد. خالد، احوال خالد اليومين دول مش عجباني، غريبه قوي. معلش، اصل الاولاد دول محرومين من الحنان، عشان كده متمسكين بينا قوي. طب والتمسك بيوصل للغيره؟ احيانا يوصل اكتر من الغيره. ايه انت مش دارسه علم نفس ولا ايه؟ فعلا حالات شاذه وغريبه قوي، محتاجه لدراسه. لازم نبعد العيال عنه ونلففهم على الجمعيات ونوديهم البيت عند سعادتك. اوكي. انتوا كنتوا فين؟ كنا بنذاكر يا فندم. المذاكره تبقى فوق مش هنا. ايه بس اللي حصل يا استاذ احمد؟ انا عندي هنا كل الاولاد زي بعض، ما عنديش خيار وفقوس. مش فاهم
ايه اللي يخلي دول يخشوا مكتبك ويقعدوا عندك ويشربوا قهوه وشاي؟ كانوا بيذاكروا. انت لازم تفهم اني انا ما اسمحش ان دول يتواجدوا في مكتبك ويقعدوا عندك يشربوا قهوه وشاي وياكلوا حلاوه وياكلوا جاتوه وياكلوا كل اللي يحبوه. الاولاد السنه دي في الثانويه العامه ولازم نهيئ لهم الجو المناسب، وده من اختصاصنا. انا ما اعرفش الكلام ده، الكل عندي هنا زي بعض. لا اله الا الله. الاولاد محتاجين لرعايه. بقول لك ما عنديش هنا اولاد، الكل لازم يبقوا رجاله. وتوقفهم في طابور الجمعيات مش كده؟ اخلص يا ولد، يلا على العنبر. استاذ حسب الله، انا ما وافقش بالاسلوب ده مع الاولاد. والله اذا كانش عاجبك اتفضل سيب الملجا. على فكره انا ارفض اسلوبك معايا في الكلام بالشكل ده. وفي حاجه مهمه لازم تعرفها، اسلوبك مع الاولاد اسلوب خطا. الشمال نجد ان النباتات اشكالها تنوعت واختلفت. ازيك يا خالد؟ عامل ايه في المذاكره؟ كويس. وانت يا سمير؟ الحمد لله تمام. الله، امال فين مجدي وحسين؟ نزل المكتب تحت على الاستاذ احمد يساله شويه حاجات. طيب انا جبت لكم الكتب اللي انتم عايزينها. متشكرين يا ابا. مش محتاجين اي حاجه تانية؟ شكرا. الله 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 الله، محبة يا أستاذ حسب الله. انت فاكرة اللي بتعمليه ده خير؟ والخير محبة؟ الأستاذة أماني بتنورنا. والنور برضو محبة يا خالد. واللي بيزرع حب بيلاقي حب، واللي بيزرع حقد يلاقي حقد. انت هتعلميني الفلسفة يا أنسة؟ لازم تفهمي ان دخولك على الأولاد العنابر ده عيب. العيب يا فندم اني معرفش اتعامل مع الأولاد كويس. عن إذنك. طيب أنا هعرف أتصرف معاكي ومع اللي اسمه أحمد. أهلا 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 أهلا، هادي بيه. أهلا وسهلا. أهلا ست هانم. أهلا 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 أهلا. مساء الفل يا أستاذ. أهلا وسهلا. مساء النور. بابا جوه؟ لا يا فندم. يعني روح؟ من زمان. في صوت مزيكا جاي منين؟ ده الاخصائي الاجتماعي عامل حفله في الجنينه بتاعت الملجا النهارده. بمناسبه ايه الحفله؟ بمناسبه اربعه من الاولاد نجحوا.
قومي افتحي. حاضر. مساء الخير يا بابي. كنتوا صايعين فين لحد دلوقتي؟ يعني ايه صايعين دي؟ انت هتعلمني ازاي اتكلم يا ولد؟ كنا عند حضرتك في الملجأ يا فندم. وانتوا ايه اللي وديكوا الملجأ بالليل؟ كنا جايين نوصل حضرتك. وانا هقعد في الملجأ لغايه الساعه 2 ونص صباحا ليه؟ كنت مايكل جاكسون ولا مدير الاريزونا؟ يا بابي ما احنا عارفين ان حضرتك عربيتك عطلانه. يا حسب الله، خش نام وما تنكدش على العيال، باين عليهم راجعين مبسوطين. بابي حسب الله، هايلين قوي ولاد عبد الله. الله الله يا منيره اسم الله، بنتك عجباها ولاد عبد الله. اقوم انا نام والصباح رباح ان شاء الله. يلا صباح على خير يا ولاد. صباح على خير. واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، الاثنين مع بعض، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد. إيه ده يا أستاذ؟ صباح الخير. صباح النور. خير. إيه اللي أنت عامله ده؟ إيه هو ده؟ إزاي توقف الكابتن كلاي الفخم ده مع العيال يلعب؟ ده ما ينفعش يكون رياضي ابدا يا استاذ حسب الله، خليكم معايا. مين اللي قال الكلام ده؟ مش الحكومه هي اللي معيناه؟ الحكومه عينت البني ادم ده على الورق، احنا نوضبه ونصلح اخطاء الحكومه. ده مش ابن اختك، ده مكانه بقى الحقيقي. بس ما ينفعش كده. ما ينفعش ليه بس يا استاذ حسب الله؟ انا شخصيا خلاص هخليه في الرياضه بالشكل ده، وانا متطوع كل يوم بطابور الرياضه، مفهوم؟ بقول لك كده ما ينفعش يا استاذ. يعني يا استاذ حسب الله، انا بدات اصلح الاخطاء اللي موجوده في الملجا ده، وارجوك ساعدني زي ما الاولاد بيساعدني. يلا يا اولاد معايا، واحد اتنين. ده تمرد، ده اسمه انقلاب في الملجأ. طب وايه العمل؟ امرك يا سعادة الباشا. شوف انا عايز كل حاجة ترجع لمكانها. حاضر يا سعادة الباشا، ولا يهمك زغلول ولا منعم، انا هجرهم بسهولة. وولاد عبد الله. امرك يا سعادة الباشا. شوف اما اقول لك. ايوه. انا عايزك تبعدهم عنه خالص. حاضر يا فندم. ايوه، ما هو لازم يبقى لوحده عشان اعرف اصده واوقفه عند حد وابعده من هنا خالص. انا عارف جالنا منين وطلع لنا منين يا احمد ده. انا هوقفهم بالقانون. وقف كويس، وانت مأخذ شعرك. يبقى استحمى، ريحتك عيش ناشف. انا؟ ايوه انت. ولد صباح الخير. صباح النور يا استاذ احمد. ايه مالك؟ ايه رايك؟ فين؟ في الاشراف دول. هاي بس اتفضل انت بقى بره العنبر علشان انا عايز اقعد مع الاولاد شويه. امشي. هاي حاضر. بقول لك ايه؟ نعم. يبقى احلى اشارك. حاضر. استاذ احمد. ايه حصل اللي كنا متوقعينه من زمان. ايه هو؟ حصل ايه؟ حصلت مصيبه. مصيبه ايه؟ الواد حسن مخبى عليكوا حاجه. حسن تعالى هنا. في ايه يا حسن؟ ما انت اتكلم. قبضوا على زغلوله بيه وهو بيبيع ايه؟ بيبيع فراخ في السوق السوداء بيه. طب انا رايح الاسم. هي دي بدايه النهايه بالنسبه للطبله. يا أنسة أماني. صباح الخير. صباح النور. أفندم أي خدمة؟ ممكن ندردش مع بعض شوية. أوي أوي تحت أمرك. أنا بقول يعني أنت بقالك 4 أشهر معانا وكل يوم بتزورينا. يا ترى إيه رأيك في الملجأ؟ الحقيقة ده سؤال صعب أوي. على كل حال يا فندم، هي الإدارة شيء مش سهل. هي علم وفن. طب ما أنا برضو فنان. بس حضرتك بتكره المزيكا. مين اللي قال كده؟ ده انا ليلاتي بالليل قبل ما انام بسمع شويه مزيكا بيكسروا نفوخي. عشان كده انا مش عايز ولاد عبد الله يكسروا دماغي كل يوم كمان. بالعكس يا فندم، ده ولاد عبد الله بيحبوا المزيكا او موهوبين، وانا بيتهيألي لو درسوا في معهد متخصص هينجحوا في حياتهم ومش هيفشلوا. وعلى كل حال مش حضرتك اللي هتقرر مصيرهم. ازاي الكلام ده؟ انا اللي هقرر مصيرهم، انا هنا اللي بقرر مصير كل حاجه. ايه ده؟ انت مالك بتكلميني باسلوب الجدع اللي اسمه احمد ده؟ على فكره الاستاذ احمد كان السبب الرئيسي في نجاح الاولاد، وكان السبب في اصلاح هذا الملجا. عن اذنك يا فتوح. فتوح. ايوه سعاده الباشا. جدع اللي اسمه احمد واماني. ايوه لازم يمشوا من هنا ضروري. انا هشطبهم يا سعاده الباشا.
فتوح. اهلا سعاده البي. أهلا أهلا. اهلا 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 اهلا. فين ولاد عبد الله؟ ليه؟ من غير ليه؟ عاوزينهم عشان نعمل معاهم بروب. يا ولاد عبد الله، عبد الله. عاوزينكم علشان تعملوا معانا بروفات. بروفة مزيكا؟ ايوه. يا ريت يا انسة سلوى، ده احنا بنحب المزيكا قوي. Thank you.
والله عال حسب الله مش قادر يحكم بيته. احنا ما عملناش حاجه غلط. وانا اللي صدقتكم لما قلتولي انكم هترجعوا لشغلكم تاني وهتفتحوا عياده اداريكم تلمتوا على اولاد عبد الله ورحتوا عملتوا فرقه تاني. يا ميلة بختك يا حسب الله. ليه بس يا بابي؟ امال انت ليه دخلتني معهد الباليه؟ دي شوره ماما المهببه يا حبيبتي. ما تزعلش نفسك يا عمي، احنا ممكن نفتح عياده بالنهار ونشتغل في الفرقه بالليل. احنا نشتغل في المزيكا بس، هي فيها ايه المزيكا؟ ما فيهاش حاجه ابدا، ما حدش يقدر يقول ان فيها اي حاجه، بس بتكتر دماغي، بتوجع نافوخي، بتخليني ما اعرفش انام. يلا بينا يا منير. بابي. نعم يا ستي، عايزه ايه انت كمان؟ عاوزين نروح بورسعيد. او النبي يا حسب الله نروح بورسعيد يا اخويا، احسن هنا حر قوي. انت تكتمي خالص اختي، والنبي اخويا ان شاء الله يخليك، ان شاء الله شهر واحد. شهر ليه؟ اذا كانت رحله الملجا السنويه 20 يوم ما فيش غيرها. وال10 ايام الباقيين على حسابك يا بابا. يا نافوخي. اه يا نافوخي، عايزه انام، عايزه منيره. ايوه يا اخويا، تعالي نام. الوالدي جميل. وبعدين احنا اتعلمنا نتكلم واحد واحد. عفاريت قوي الولاد دول. بس بيني وبينك زرافات قوي. على فكره انا قابلت حسام وهادي وانا موافق على كل الاقتراحات اللي قالوها. هم هيجوا معانا الرحله وهيجيبوا معاهم كل الالات الموسيقيه وهم تبقى بدايه لتكوين فرقه موسيقيه. ايه رايكم؟ فكر في ايه؟ عجبك بورسعيد يا مجدي؟ دي بلدي اللي اتولدت فيها، نفسي اشوف بيتنا. يا بس ده فات وقت طويل قوي. ايه انت لسه فاكر بيتك؟ حد ينسى بيته؟
يا اخي يا اخي انت بطل النكد اللي انت فيه ده. يلا اجري العب مع الاولاد. لازم اشوف بيتنا، لازم اشوف بيتنا، نفسي اشوفه، نفسي اشوفه. فين 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 فين
ده كله يحصل وانا معرفش؟ اسال صبري يا سعاده الباشا. انا معرفش يا بيه. ما تعرفش ازاي؟ ما تعرفش ازاي؟ ازاي ما تعرفش؟ ما تعرفش كمان ان مراتي وابني كانوا معاهم؟ اصدقني انا معرفش حاجه. دول منتخب يا سعاده الباشا هيلعب في كاس العالم مع بوكشش وبليل. دول عصابه شو يا سعاده الباشا. ما دام ما تعرفش هوينا يلا. مساء الفل يا شباب، نورتوا العمر. نورتوا الملجا يا اخويا. ما تاخد سيجاره زغلول؟ اصل الدخان انتهى. ده جميل حلو. الدخان ضرب الصح. اتجنبوه ولا اتجنوا امه؟ والله عال بقى اولاد عبد الله عرفوا يضحكوا على مراتي واولادي وياخدوهم في الزفت الشو ده. اه يا دماغي يا خبتك يا حصاب الله باشا. ما عندناش حد يا سعاده الباشا، كله مع الشو. انا هقدم استقالتي احسن. انت هتضعف يا فتوح. معلش انا هطينها على دماغهم ودلوقتي حالا. انا كنت فاكره العيال دولت مش شاطرين بس غير في الكنس والمسح وجمال بتاعت الفراغ، طلعوا ايه؟ عفاريت. العيال دول خطرين جدا يا ماما، وبصراحه الفرقه بقت احسن من الاول. احنا لازم نعمل شو كبير وخطير. يا رب. بس المهم نلاقي مكان كويس نشتغل فيه. يا رب. بكره كل فنادق مصر تجري ورانا ان شاء الله. يا مش رب. ده حلمنا ولا هدفنا. احنا عايزين نعمل مسرح استعراضي كبير الناس كلها تسمع فيه مزيكا، مش وجع دماغ. يا انا كلمتك عن نفسي كتير، اسمحي لي بقى اعرف عنك اكتر من اللي انا عارفه. مفيش حاجه تانية ممكن تعرفها عني. اسمي واديك عارفه، وظيفتي انت عارفها كويس، وعنواني اديك عرفته النهارده. ايوه صحيح. يعني مفيش جديد يا احمد. يمكن هو موضوع بابا. بابا استشهد في بيروت من 3 سنين، كان مراسل التلفزيون في الشرق الاوسط، ويمكن من خلال الافلام اللي شفتها عن الاطفال اليتامى والبؤس اللي شفته على وشوشهم، يمكن ده اللي شجعني اني اعمل رسالتي عن اليتامى. ها على كده بقى انا كيتيم هفيدك جدا في الرساله بتاعتك. احمد اللي بيحبوا الناس مش ممكن يبقى يتيم. انت انسان عظيم انك اخترت مكان زي ده وما هربتش منه وقدرت تواجه الفساد اللي موجود فيه. اماني الفساد ده شيء فظيع، دمار لاي مجتمع. اي فساد في الدنيا مش ممكن ينتهي بين يوم وليله. ما تصورش يا احمد ببقى قد ايه سعيده ومبسوطه لما كان كل واحد بيجي يحكي لي عنك وعن مواجهتك للفساد. سلام، ساعتها كنت ببقى نفسي اشوفك، نفسي اتقابل معاك، نفسي احس بيك. احمد ارجوك ما فيش داعي تتكلم. اماني سيبيني اسمعك من غير كلام. استاذة اماني. اهلا يا خالد، ازيك؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. عايز تقول ايه؟ اتفضل. عايز ها عايز ايه يا خالد؟ اتكلم. يعني لو ممكن ابقى اقول لك يا اماني بس. طبعا يا حبيبي، قول اللي انت عايزه. حبيبك؟ طبعا حبيبي. مش انت زي اخويا الصغير؟ اخوكي؟ طبعا اخويا. لا لا خالد. انا بحبها يا صبري. خالد انت ما فكرتش في الحكايه دي؟ وهفكر ليه؟ خالد خليك واقعي، احنا فين وهي فين؟ انت عارف احنا نبقى مين؟ نبقى مين؟ يعني ايه؟ يعني احنا تربيه ملاجئ، يعني يتامى. لا ما تقولش يتامى، احنا اولاد ناس زيهم بالظبط. لولا الحرب وبيتنا اللي اتهد وموت امي وابويا ما كانش بقى ده حالنا. خلاص خلاص انا عايزك تنسى، تنساها، انسى اي حاجة يا خالد. احنا دلوقتي انسى الماضي، لازم تنساها عشان ترتاح. علشان ارتاح يبقى لازم اتجوزها. تتجوزها ازاي؟ اسمع يا صبري، انت مش صاحبي؟ طبعا. يبقى لازم تيجي تخطبها معايا. تخطبها؟ طب والاستاذ احمد؟ هي بتحبني انا، ما بتحبش احمد، وهتتجوزني. خلاص خلاص يا خالد، بتحبك انت، هنروح نخطبها. بس اهدى، هنروح نخطبها. انتوا من الشاطرين؟ احنا اولاد عبد الله. جايين ليه؟ جايين نقابل ماما. ماما؟ ماما؟ خير، عايزين حاجه؟ في الحقيقه يا فندم احنا يعني كنا عايزين. هو احنا جايين عشان فهمت. ما قلتلهاش ليه؟ هقولها ايه بس يا اخي؟
رب ولا قلتش حاجه ليه؟ وهقول لها ايه بس يا خالد؟ ما انت ساكت خالص. بعت لنا فلوس يا صبري، بعت لنا فلوس. خالد خالد، ايه اللي بتعمله ده يا خالد؟ ايه مالك فيه؟ ايه خالد؟ انا انت ايه؟ انا هقول للاستاذ احمد. ايه اللي بتعمله ده؟ انا بكره الاستاذ احمد، بكرهه. لكن هو بيحبك يا خالد. وانا بكرهه وبحبك انت. طب ما انا كمان بحبك. بتحبيني؟ طبعا طبعا يا خالد، طبعا بحبك، بس زي اخويا بالظبط. لا لا لا، مش قادر افهم خالد ليه بيعمل كده. انا اللي نفسي اعرف عمل كده ليه. اكيد في حاجه. ونفسي اعرف كمان ليه جاني البيت. هو ده نفس السؤال اللي محيرني، ولما سالته رفض يقول لي اي حاجه. بس اكيد صبري يعرف. استاذ احمد، استاذ احمد. ايه مالك؟ ايه خالد؟ مالك؟ انتحر. انتحر ازاي؟ قطع شرايين ايده قدامي. تعالى بسرعه. ابعد عني، ابعد عني. عملت ايه يا مجنون انت؟ سعادة الباشا، سعادة الباشا. ايه مالك مسروع كده ليه؟ في مصيبة يا سعادة الباشا. في ايه؟ في تفتيش مفاجئ. لا لا سعادة الباشا، لا لا. امال في ايه؟ الواد خالد ابن عبد الله انتحر. يا نهار احوش، انتحر ازاي وليه؟ ازاي؟ قطع شرايين ايده. وليه؟ دي حكاية طويلة. حكاية ايه؟ كلم انت. ما هم بيقولوا هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا بقول ايه؟ بيقولوا بيحب اماني واماني بتحب احمد، والحكاية دواخين يا لمونة. بقى كده؟ ايوه. طب اوعى كده وتعالى ورايا. انا ايه وغيره ايه؟ انت ايه يا فتوح؟ ايوه. بلغ البوليس او من نيابة. خد اعتراف من الولد. ايه اللي انت بتقوله ده يا استاذ؟ مش انا اللي بقول يا استاذ، الولد هو اللي بيقول. شوف عملت ايه معاه انت والبنت الصحفيه بتاعتك. الصحفيه ملهاش اي علاقه بالموضوع. الصحفيه هي العلاقه نفسها، وانا همنعها من دخول الملجأ. سيب دي. ما تخافش، مش هعمل فيك حاجة. أنا عارف أنت بتعمل ليه كده يا مان. أنت بتحب أماني مش كده؟ بس ده بقى ما اسموش حب. اللي يحب عمره ما يقتل. أي شاب في سنك وفي سن المراهقة بيمر عليه حالة زي دي بيسميها حب، لكنها في الحقيقة بتبقى مجرد عواطف كذابة. بص لسنك، بص لسنها، بص للعمر اللي لسه قدامك. انت يا خالد هتقابل أماني كتير في المستقبل. انا مش هطلب منك انك انت ما تحبش، انا ما هطلب منك انك تحكم عقلك. المهم قوي هي بتحبك ولا لا. مش اي واحدة بنت تشوفها تقوم تحبها وتفرض عليها حب، مش كده ولا ايه؟ خالد انا عايز اقولك ان انا كمان يتيم زيك. ياما قسيت من وحدة اليتم وانا عايش في وسط الناس، ياما دست على عواطفي لما حسيت انها ممكن تقف في طريق نجاحي، لغايه ما وقفت على رجليا وقابلت اماني. تعرف
تعرف ان انا واماني لغايه دلوقتي لسه ما صرحناش بعض بحبنا، مع ان كل الظروف تسمح باننا نحب بعض، لكن احنا الاثنين بنحكم عقلنا. خالد، في حاجات كتير قوي لازم تعملها قبل ما تحب، كتير. خد السكينة بتاعتك اهي وتصرف زي ما انت عايز. أماني لابني الأستاذ، قصدي ابننا يعني، ابننا الأستاذ. أهلا وسهلا، ده شرف كبير لينا الحقيقة، شرفتونا. يعني ما عارف حضرتك في الظروف اللي زي دي الواحد بيبقى يعني مش عارف، يعني بيبقى رايح منه كل ال 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 إذا توكلنا على الله. الفاتحة. في ايه تاني يا واد عبد؟ الواد خالد ابن عبد الله هرب يا باشا. هرب راح فين؟ معرفش. يبقى اكيد راح للصحفيه اللي اسمها اماني. بلغوا ضدها النيابه، بلغوا البوليس حالا يا فتوح. فتوح خد يا ولد. ايوه يا باشا. خد صرف لنا ده ب 27 جنيه، ما يقلش عن كده، ده اخر ساعه. حالا يا باشا حالا. وقعوا ولا حدش سمى عليهم. انا ما حدش يقدر يقف قصادي ابدا، وهعرف اوقفهم عند حدهم. والله وجت فرصتك يا حسب الله باشا. انا هخش اوصل العيال جوه وراجع على طول. ما تاخرش عليا يا احمد. مبروك مبروك مبروك. والله العظيم فرحنا لك، فرحنا لك قوي يا عقبال عقبال. هو ده حصل. نعم في حاجه يا فندم؟ انت احمد عامر؟ اي طب اتفضل معانا. على فين يا فندم؟ هتعرف الاسم، انما قول لي يا فندم فين اماني عبد الحميد؟ وهي الانسه اماني هتيجي معانا الاسم؟ اتفضل وهناك هتعرف. اتفضل. يلا وداني على العنبر، عامل لي خطوه ده. هو استاذ احمد، استاذ اماني، انتوا متهمين بتهريب حسين ومجدي وسمير الاولاد بتوع الملجأ وتحريضهم على عدم العوده. يا فندم ده كلام مش مظبوط، اكيد ده بلد كاذب. اكيد حسب الله بيحاول يسئلنا باي طريقه. على العموم انا والاولاد كنا عند الانسه اماني الليله، اصلها كانت خطبتها. وخالد فين يا استاذ احمد؟ اكيد في الملجأ. متاكد انه في الملجأ؟ هيكون فين يعني؟ خالد هرب يا استاذ احمد. هرب؟ خالد انت كنت فين؟ ده خالد يا استاذ احمد. ايوه. كنت فين يا خالد؟ كنت في الملجأ. وبعدين هربت من الملجأ. ليه؟ علشان اجي هنا بعد ما عرفت اللي حصل. عموما انا اسف قوي يا استاذ احمد، وانت كمان يا استاذ اماني. تقدر تتفضل. شاكرين قوي. مع السلامة يا استاذ احمد. مع السلامة يا انسة اماني.
يلا. مش المطعم تاكلوا ليه؟ بس هناكل ولا نتحلق من هنا قبل ما يجي الاستاذ احمد. احنا مش هنتحرك من هنا بقى، احنا عايزين اي حاجه خالص. هتعملوا اضراب هتموتوا من الجوع، ولا في اي حد هيسال عنكم، ومفيش صحفيين تتكلم عنكم ولا تدافع عنكم. اكتشف اللي اتقلب. استاذ احمد انا اسفه جدا اللي استدعيتك بالسرعه دي. خير يا فندم. اتفضل حضرتك اقعد. طبعا حضرتك فوجئت باللي حصل. الحقيقه انا كنت متوقعه يا فندم. في كمان شكاوي جاتني النهارده بتوقيع عدد كبير جدا من ولاد الملجا وتوقيع مدير الملجا معاهم بيتهموك بانك بتبتزه. في الحقيقه استاذ احمد جيت اكد لي حاجه واحده، انك نجحت في مهمتك، وعشان كده يا استاذ احمد انا بهنيك. انا متشكر قوي يا فندم. ان شاء الله بعد بكره هزوركم في الملجا. تشرفينا سيادتك يا فندم. مبروك يا استاذ احمد كمان على الخطوبه. متشكر يا فندم. عن اذن سيادتك. اتفضل. ايوه يا سليمان، انا رايحه بكره حفله الملجا، وعايزاك تعمل قرار عشان امضيه بوقف حسب الله مدير الملجا عن العمل، وتحويله للنيابه الاداريه عن المخالفات اللي عملها. اهلا يا خال، اتفضل اتفضل. انا رحت لك النهارده الملجا وسبت لك خبر مع اصحابك واخواتك، وقلت لهم ان انا عايزاك ضروري. خير يا انسه اماني، في ايه؟ شوف يا خالد، انا لما دخلت الملجا كنت عايزه اقدم خدمه للمجتمع، كنت عايزه اظهر الفساد واقف قدام حسب الله. ده دوري اولا كصحفيه، وثانيا عشان بحضر رساله الماجستير. لما دخلت الملجا ما كنتش متصوره ان كل ده ممكن يحصل، مش معقوله كل المصايب اللي حصلت دي. لكن اللي كان مريحني ان اللي حصل جاب نتيجه ايجابيه، ده بالرغم طبعا من السلبيات اللي لسه موجوده في التجربه. شوف يا خالد، انا عايزاك تراجع نفسك كويس، حاسب نفسك، هتكتشف انك غلطان، اكيد غلطان يا خالد. انت من حقك طبعا انك تحب اماني، ومن حق كتير قوي ان هم يحبوها، بس المشكله هي بتحب مين؟ طبعا يا خالد من حقها ان هي اللي تختار، ده حقها الطبيعي. وانت طبعا قدامك مستقبل كبير قوي، بس مش عايزه التجربه دي تاثر عليك، مش عايزاك تهرب منها، عايزاك تواجهها بشجاعه. التجارب ممكن تخلق منك راجل، فهمني يا خالد. على فكره في حاجه اخيره انا عايزه اقولها لك، بس القرار طبعا ليك. الاستاذ احمد هيسيب الملجا النهارده، وانت عارف احمد بالنسبه لكم ايه؟ احمد الامل، المستقبل. ولو ساب الملجا هتخسروا كتير قوي، هتفقدوا كل حاجه. Thank you.
استاذ احمد. عايز ايه يا خالد؟ رايح فين؟ ما انا خلاص مهمتي انتهت. وتسيبني لمين؟ يا خالد في ناس كتير ممكن تقوم بالمهمه اللي انا قمت بيها ويمكن احسن. لا يا استاذ احمد، انت من يوم ما جيت الملجا واحنا حسينا بالاطمئنان بالامل، ولو سبتنا هنخسر كل حاجه. ارجوك مفيش داعي للكلام الكتير. احمد انت لازم تفضل هنا مع الاولاد، انت دورك لازم يستمر. انا اللي اسفه جدا على المشاكل اللي سببتها لكم، انا اللي لازم امشي مش انت يا احمد. لا انت كمان لازم تستني، لازم انتوا الاثنين تفضلوا معانا. يا خالد اسمعني، انا عايز اقول لك حاجه مهمه. احمد خلاص بقى، عشان خاطر خالد لازم تفضل مع الاولاد على الاقل لحد ما تخلص الحفل، وبعد كده قرر اللي انت عايزه. خلاص شيل الشنطه يا خالد. سيداتي انساتي ساداتي مساء الخير، نحب ان نشكر سيادة الوزيرة لتشريفها هذا الحفل، ونحب ان احنا نقول انه لو كان في فضل لحد في تحقيق هذا الحفل يبقى للاستاذ احمد وللاستاذة اماني اللي هتقدم لنا دلوقتي مفاجأة ومش هقول لكم عليها.
متشكرة الحقيقة ليكم كلكم، وسعيدة جدا باللي انتوا عملتوه. في الحقيقة أنا قررت دخول أولاد عبد الله لأكاديمية الفنون على حساب الوزارة. في الحقيقة كمان في مفاجأة هتعجبكوا قوي، أنا قررت تعيين الأستاذ أحمد مدير للملكة. مبروك يا باشا. مبروك. وحشني يا مدبيل. مبروك.